السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، حياكن الله وبياكن واجعل الجنة مأواي ومأواكن إن شاء الله. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محلكم محل براود مسلمز، وكما العادة مع أختكم زهرة ناطني. حيلتن أهلا ووطئتن سهلا، طيبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة غرفا ومنازلا بإذن الله عز وجل. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محلكم كما العادة براود مسلمز، وكما العادة مع أختكم زهرة ناطني. مرحبا بكم معايا مجددا في هذا الفيديو الجديد. طبعا بغيت نوريكم عباءة سبور بتوب البرادة اللي ما شاء الله تبارك الرحمن أروع العباءات وأفخم العباءات تبارك الرحمن اللي عندنا في المحل. فكيف ما كتشاهدوا العباية كتجي الله مبارك واسعة فضفاضة شرعية 100% وأنيقة جدا. فكيف ما كتشاهدوا ما شاء الله كاين في هذا البلومارين، وطبعا فيها الوان اللي عديده جدا. ان شاء الله غدا نخلي لكم في اخر الفيديو صوره ديال الالوان كاملين، باش ان شاء الله باذن الله يبانوا لكم واضحين وتقدروا تسكرينيو الصوره وتعلموا لي اللون اللي عجبكم. طبعا هاد السيوره اللي كيبانوا لكم البنات في العباءه كتقدروا تحكموا بهم سواء في القب او لا في الحزام ديالها. ما شاء الله كيف كتشاهدوا اللوينات الله مبارك واحد كينسيكم في الاخر. وطبعا المقاس كيلبس جميع المقاسات، اعيد واكرر كيلبس جميع المقاسات، يعني حتى لو كانت الاخت ما شاء الله تبارك الرحمن دبدوبه كيجي معاها العباءه ممتازه وكتبقى فضفاضه عليها. طبعا بالنسبه للثمن الاصلي ديال هذه العباءه هو 290 درهم، حاسبه لكم حاليا بثمن السولد اللي هو 250 درهم فقط. لتسارعن طبعا ان شاء الله للحجز فهاد العباءه اللي رائعه ما شاء الله تبارك الرحمن، وتستحق طبعا انكم تاخدوها، وبصحه الاخوات اللي خداوها من عندنا قبل. وللاشاره فقط بغيت نذكركم انه ما شاء الله تبارك الرحمن التنوره ديالها فضفاضه وطويله وانيقه، يعني حتى لو كانت الاخت طويله وعامره طبعا غتجيها العباءه رائعه جدا. وهذا ما كان اخواتي الغاليات، كنعاود نشكر جميع الاخوات اللي كيتيقوا فيا وكيتيقوا في المنتوجات ديال المحل ديالي، ومرحبا بكم مجددا. هذه التلوينه كامله ديال هذه العباءه. طبعا اي اخت غدا تبغي من هاد العبايه كيفي انها دير سكرين شوت اللون اللي عجبها، وهكذا ان شاء الله غدا تقدر انها تصيفطوا لي عبر رقم الواتساب اللي هو 0687878046، او لتواصل معنا على الصفحة ديال الانستغرام اللي هي proud muslims. فمرحبا بجميع الاخوات، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم.